الأمن الوطني في مصر يصفي مواطن مصري معارض بإلقائه من الطابق الرابع أمام أسرته، أمام زوجته وأولاده وأقاربه، ويهدد الأسرة إذا تكلموا أو للإعلام أو لغيره سيتم اعتقال الأشقاء. ما الذي وصل بهؤلاء إلى هذا الإجرام الذي لا يخشون فيه أحدا، لا يرجون، لا يخشون خالقا ولا يرحمون مخلوقا؟ هل هناك توجهات بالاستمرار في هذا الأسلوب؟ ألم يتعظ هؤلاء بأحداث البلاد المجاورة كسوريا وغيرها؟ أم أن هذه الأحداث تزيد من عنف وبطش الأمن الوطني مع الناس لزيادة وعلاء حاجز الخوف؟ هذا ما نتحدث عنه مشيئة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، وبعد. موقع رصد خبر، ذكر خبرا يعني بشعا، وهو تصفية الأمن وطبعا إلقاء مواطن من الدور الرابع. ذكر الخبر مطارد منذ 2014، يعني من سنة 2014 هربان، يعني ككثير من الهاربين الذين يطلبون على قضايا هم براء منها. الخبر يقول: شهود عيال لشبكة رصد، الأمن الوطني يصفي المواطن المعارض السيد عبد الباسط الحلابي بقرية كفر شلشمون التابعة لمركز مينيا القمح بالشرقية، ويلقيه من الدور الرابع، وذلك خلال زيارته لمنزله لرؤية زوجته وأولاده، ويهدد أسرته بعدم الحديث أو اعتقال أشقائه. يعني مواطن هربان مطارد، ربما طبعا ما لهش لا أحكام ولا يحزن، إنما بيطلب كبقية الناس الذين يطلبون في قضايا مفبركة ملفقة، فيطارد وربما يكون اعتقل ثم خرج في 2014 وعلم أنه مطلوب فخشي أن يذهب لتلفق له قضية. طيب هذا المطارد في هذه القضية، الأصل أن الإنسان في مثل هذه القضايا بيحاكم أمام القاضي الطبيعي، يعني لو عليه حكم المفروض اللي بيذي يذهب لأخذ هذا الشخص، مش أمن الوطني، مش أمن الدولة، لا، الداخلية، الشرطة بتذهب اللي هو شرطة التنفيذ لإلقاء القبض عليه وليس لقتله. إنما اللي بيحصل طبعا الأمن الوطني بيشيلها جواه معبيها، في إني إزاي هربان مش عارفين نجيبه، بيبدأ يجند جيران، أقارب، أشخاص، يهدد ذويه. لو هنقول مراقب التليفون، يعني 10 سنين كتير، صعب إن يعني تليفون صعب، فده غالبا تبليغة، إن لما حد يحس بأي قلق إنه جاي، لأن كل فترة بيحتاج يطمن أهله، يشوفهم، يشوف مراته وولاده، معناه كل زمن يعني. فأكيد في هذه المرة أحد المواطنين الشرفاء، كما يعني المصطلح اللي صكه المشير طنطاوي، إن المواطنين الشرفاء بلغ، فجه الأمن بدل ما يقبض عليه، لا يعني ده مبالغة في النكاية، قاموا بإلقائه من الطابق الرابع، يعني فضلوا يطردوه، مسكوا الدور الرابع رموه من فوق، مات طبيعي. طيب يعني الإنسان اللي يصل به الجبروت ويصل به القسوة ويصل به اللا أخلاقية إلى، يعني مش مثلا بيطردوه فهو جه نط من صور على صور فوقع مات، لا، ده ألقوه، يعني مسكوه كده هيلا بيلا سطحوه رموه. يعني معناه يصل الإنسان به الحال لهذا المستوى من القسوة والجبروت. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن امرأة دخلت النار في هرة، قطة حبستها، لا هي طعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والحديث لم يبين أن القطة دي ربما تكون خربشت ولد من ولادها، كلت بعض الكتاكيت أو الفراخ أو الطيور اللي عندها، يعني ربما فعلت شيئا، لكن أن يصل بالإنسان القسوة والجحود أن يحبس حيوان إلى أن يموت، ما بالك بالإنسان، أنك تقتل إنسانا، وده شرعا ده قتل عمد مش قتل خطأ، أصلك ماسك شايل واحد رميه. يعني لو انت بتطرده اهو ده والله انت بتأدي مهمتك، حتى لو كنت ظالما، لو في النهاية في قتل خطأ،
إنما الإلقاء من دور رابع هذا قتل عمد، وطبعا دي سياسة هذا الجهاز وهذه السلطة، لأن من البداية السيسي قال لهم لن أغل أيديكم عن الثأر، اللي المفروض الدول بتحكمها العدالة، القصاص، القانون. الثأر ده بيحكم العادات القبلية والعادات العرفية اللي القانون طالع بيحاربها، واللي كنا بنحضر في جلسات صلح بين عائلات عشان الثأر، ويحضر معانا السلطة الجيش والشرطة ويشجعونا كمشايخ ان احنا بنصلح بين العائلات لإنهاء الثأر. فلما يجي أعلى رأس في السلطة يقولك الثأر ثم يمارس مع ناس يزعم ان هم ناس بتسعى لي كفالة أسر وإعالة أسر، زي ما شفنا في شقة أكتوبر اللي عدد 9 و10 من الإخوان القيادات الكبيرة اللي كانوا في لجنة البر اتصفوا في مقتل ريجيني الباحث البريطاني، صفوا الباحث الإيطالي، صفوا كم واحد في عربية ميكروباص قتلت ريجيني. لا، والسلطة من بجاحتها بتقولك اه خلاص احنا خلاص عشان الملف يتقفل. طب ومين قال ان ادى للسلطة حق انك تقتل المواطن؟ المفروض المواطن ده بيتمسك وبعدين يتحاكم، هيطلع حد من مطبلية النظام يقولك لا ما هو هارب مجرم العدالة، ده كلام كذب. كتير من القضايا ناس بتاخد اعدام، وشفنا عرب شركس ناس خدوا اعدام وتنفذ الاعدام وطلعوا براءة بعد ما ماتوا، دي حالة. حالات في الجنائي مش هقولك في السياسي بقى، فنانة مصرية كانت متجوزة مواطن قطري، المواطن القطري اتقتل في مصر عشان العلاقات الدبلوماسية من مصر وقطر، مسكوا زوجته عزبوها خلوها تعترف ان هي القاتل، خدت تأبيدة ومش هي القاتل. بعد سنوات اتمسك سارق لص مع بعض المتعلقات من الشقة دي، اعترف ان هو القاتل بعد ما اعترفت على نفسها واتسجنت وطلعت بعد مدة معينة. من هذا القبيل في التعامل مع الأمن المصري حدث ولا حرج. فلما السلطة بتفتح باب الإجرام وعدم الحساب لن يكون هناك حسيب ولا رقيب. حصل أيام عبد الناصر، حصل اللي عاجبه مرات واحد ياخدها، اللي عاجبه بيت واحد ياخده، ورأينا نزاع كبير بين فيلا كان مؤجرها الدكتور محمد البيلي كان وزير أوقاف ومدير جامعة الأزهر، عشان برلانتي عبد الحميد زوجة عبد الحكيم عامر قائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع اللي كان متجوزها عرفي الخلاف معاه. وذكر ده في مذكراته الدكتور محمد البيلي حياتي في رحاب الأزهر وغيره، طبعا ذكر القصة، ومع علي عامر أخو عبد الحكيم عامر اللي استدعاه والكلام ده عشان يضغط عليه. فده بس في الحاجات البسيطة، في عقار، في بيت، في زوجة، الضباط اللي اتجوزوا من أسرة محمد علي بالإكراه عشان ما يتحطوش تحت الحراسة، وجات أحداث بينت كيف هذا الأمر. شفنا بقى سوريا والناس يقولك يعني البلد وهتضيع وسوريا، طب والفظائع اللي اتعملت مخلية الناس يقولك ملعون أبو نظام، ده كان مش عارف بيساعد المقاومة، ملعون أبوه على أبو اللي بيعمله، نعمل إيه بأنه ساند المقاومة وعامل كل هذه الفظاعات والانتهاكات في هذا الشعب. أمن الدولة، الأمن الوطن مش قادر ينسى أحداث 25 يناير والناس اللي عملوه في المقرات. طب ما هو أنت اللي عملت في نفسك الكلام ده وهبتعمل في نفسك الكلام ده دلوقتي برضه. يعني أنت لما النهاردة رايح تقبض على مواطن، هو أنت هيجرالك إيه لو مسكته وخدته ووديته تروح تبيع على المركز عندك المقر الأمن الوطني وتحقق معه من غير تعذيب وراح، وأنت عندك القضاء اللي هيظلمولك خلقة يعني؟ لا، رسالة للناس. ويزيد في الإجرام، لا ممنوع حد يتكلم، ولا يتكلم هنعتقل إخواته. يعني يقتل الشخص أمام أبنائه وزوجه وأمام العائلة والناس، ونيجي نسأل بعدين من أين يخرج الإجرام؟ طب ما هو الأولاد اللي شافوا أبوهم بيتقتل قدامهم بالشكل ده وبالتصفية اللي بهذا الشكل، عايز يطلع إيه؟ يطلع يقول لك يديك وردة كده وحمامة سلام؟ مستحيل. لماذا تكره الشعوب أنظمتها وحكومتها والوزارات اللي فيها والأمن؟ لأن الأمن بيبقى أمن الحاكم وأمن الشخص نفسه. لما بيبقى ما فيش رقيب على الشخص اللي فيه السلطة والنفوذ والسلاح خلاص. وش أول قال لك السيسي الضابط أحمد ضرب يتحاكم؟ لا مش هيتحاكم خلاص. وفعلا شفنا
القتل ضابط فق العيون، الضباط اللي عزبوا، ولا خدوا احكام مع قيف التنفيذ وراح وداوم في شغله. ليه؟ لانك انت عايز تقول احنا دولة اللا قانون. اذا انت مطلع من السجن ناس قتلة وناس بلطجية ومسكهم شركات امن ومسكهم ملفات واحزاب بتتعمل دلوقتي، انت عايز تقول ان انت دولة اللا قانون، دولة الغابة. طيب ما هو ده هيولد ايه؟ هيولد مجتمع الغابة اللي ربنا عافينا وياكم منه، وسيأتي بفظائع وكوارث. ربنا يحفظ مصر وأهلها منها ويخلصها من الظلمة والظالمين وينصف المظلومين، اللهم أمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.